تستجديك الجدة الغالية أن تشبك أصابعك العشرة فوق موقد العافية، وقد تعالت أبخرة الشك الذكية، وأن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتلح عليك هيس المولادي راهي العين حق. لعل الجدة العربية قديما كانت تستشهد في ذات الموضوع بذات المثل: العين حق فهو مثل فصيح. وعندما تتدخل حفظها الله لإصلاح ذات البين بينك وبين والدك أو والدتك حول خلاف بسيط، فإن أول ما يتبادر إلى لسانها الطيب المثل الشعبي المعهود: الناقة ما تضرش حوارها، وهذا فصيح هو الآخر، لا يضر الحوار وطأة أمه. وتنفعل أنت قليلا سامحك الله في بادئ الأمر، ثم تهدأ لتخبرها بأنك تعتبر الموضوع منتهيا، وأن قضية الخلاف لا تهمك أساسا، ولا عندي فيها لا ناقة ولا جمل. أتراك تعلم بأنك قد استشهدت أنت الآخر بمثل فصيح: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. ولكي لا تكسر خاطرها فإنك تعد للمرة الألف بأن تكون ولدا عاقلا، وتخرج لتلتقيه من بعد سنوات غياب طويلة، تمر دون أن تلحظه في بادي الأمر، يصلك صوته الذي لم يتغير كثيرا: أصحاب ولوا معارف، وهذا أيضا فصيح: كنا أصدقاء فصرنا معارف. ترجع إليه مسرعا وتعتذر وتبالغ في السلام والعناق والتحيات، وتمازحه بالقول: يا سيدي ماي مجيولة، بعيد على العين هين على الخاطر، وهذا وعذرا على المقاطعة فصيح هو الآخر: من غاض عن العين غاب عن القلب. وتجلب بسرعة كرسيين من مقهى لتجلس وتتذاكر أيام زمان وماذا حدث لفلان وعلان. ستتطرقان قطعا لجملة من الأمثال: الغايب حجت معاه، والرجال تتلاقى والجبال ما تتلاقى، ووحدة بوحدة والبادي أظلم، وش نخش الشعبان في رمضان، وضربت خماسي في سداسي، وغير ذلك كثير. وإذا كان بينكم حساب قديم فلربما أراد المدين سداد دينه، ويستشهد قطعا بالمثل العامي: احسبني كيف خوك وحاسبني كيف عدوك. وسيرد الآخر قطعا: تي يا راجل الناس بالناس. وكل هذا فصيح: الغائب حجته معه، لا تلتقي الجبال وقد تلتقي الرجال، هذه بتلك والبادي أظلم، يدخل شعبان في رمضان، ضرب أخماسا لأسداسه، تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، والناس بالناس. ولا يغرنك عزيزي الباحث خاصة يسر لغة الأمثال الفصيحة التي نسوقها، فهي تبلغ من العمر المئات والمئات من السنين، وللحديث بقية، وسنثبت مراجعنا لاحقاً.